من هي إيفانكا ترامب؟ ماري إيفانكا ترامب ولدت في 30 أكتوبر 1981، سيدة أعمال أمريكية وعارضة أزياء سابقة، وهي ابنة الرئيس 45 للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب من زوجته عارضة الأزياء السابقة إيفانا ترامب، وهي نائبة الرئيس التنفيذي في منظمة ترامب، حيث يتركز عملها في إدارة العقارات والفنادق التابعة للشركة. إيفانكا ترامب من مواليد 30 أكتوبر 1981 في مدينة نيويورك، دخلت مدرسة تشورت روزماري هول في وينغفورد، وكذلك مدرسة تشابين في مدينة نيويورك. درست مدة عامين في جامعة جورج تاون، ثم انتقلت لكلية وارتاون في جامعة بنسلفانيا مدرسة والدها بعد حصولها على بكالوريوس علوم الاقتصاد سنة 2004. ظهرت في أول عرض أزياء وهي تبلغ من العمر 17 سنة، وذلك سنة 1997، ومنذ ذلك الحين شقت طريقها نحو أزياء فيرساتشي، مارك بور، وتيري موغلر. ظهرت في عدة حملات إعلانية لتومي هيلفيجر وساسون جينز، وأيضا على غلاف السخافات في أغسطس 2006، لتعاود الظهور مجددا في سبتمبر 2007، وقد ظهرت بعدها على غلاف مجلة فوربس، مجلة الجولف، مجلة السبيل، مجلة إيل، وفي أكتوبر 2007 احتلت المرتبة 83 على مجلة هاربر بازار في سنة 2007، ماكسيم الساخن 100، والمرتبة 99 الأعلى للمرأة لعام 2007. عملت لمؤسسة فورست سيتي، وذلك قبل العمل مع والدها انضمت إيفانكا إلى الشركة الماسية الدينامية، وكانت تعمل لشركة ألماس تجارية لتصميم وإدخال خط للمجوهرات بالعلامة التجارية الرائدة الأولى لمتجر يحمل اسمها في شارع ماديسون. في سنة 1997 حازت على لقب ملكة جمال مراهقات أمريكا المملوكة جزئيا لوالدها. في سنة 2003 ظهرت في بورن ريتش، وهو وثائقي تروي فيه تجربتها كطفلة ضمن واحدة من الأسر الأكثر ثراء في العالم. تزوجت السيدة ترامب بجاريد كوشنر في 15 من يوليو سنة 2009، مالك صحيفة نيويورك واتش. أعلنت ترامب في نفس الشهر اعتناقها اليهودية. تربت إيفانكا مسيحية وتحولت إلى اليهودية الأرثوذكسية في يوليو 2009 بعد دراستها مع إيلي وينستوك من مدرسة رامز الأرثوذكسية الحديثة، واتخذت الاسم العبري يائيل، وصفت اعتناقها بأنها رحلة مذهلة وجميلة. أيدها والدها منذ اليوم الأول، مضيفة أنه لديه احترام كبير للدين اليهودي، وتقول أنها تحافظ على النظام الغذائي المتناسب مع الشريعة اليهودية وتهتم بالشابات اليهودي. وقالت في سنة 2015: نحن ملتزمون جدا، لقد كان قرار رائع بالنسبة لي، أجد أنه مع اليهودية يتم خلق مخطط رائع للتواصل العائلي من الجمعة إلى السبت. لا نفعل شيئا سوى التسكع مع بعضنا البعض، ولا نجري مكالمات هاتفية. عندما كانت ترامب تعيش في مدينة نيويورك، كانت ترسل ابنتها إلى الحضانة في مدرسة يهودية. في 22 ماي 2017 سافرت ترامب وكوشنر أيضا مع والدها في أول زيارة رسمية لإسرائيل من قبل إدارة ترامب، وقام والدها بأول زيارة يقوم بها رئيس أمريكي إلى الحائط الغربي. وزارت إيفانكا أيضا نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست في القدس الغربية، وكنيسة القيامة في حارة النصارى المسيحي ببلدة القديمة في القدس. خلال الرحلة تم الحديث عن علاقتها باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل.